رحيم. الله يبارك فيك. اسمع دابا اسمع تست
تست الو تيست 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 الو 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 تيست 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 مندوب تجاري مراد سينس هو اللي هضر معنا في الليل البارح. السلام عليكم يوسف. فين هو ديالك يوسف؟ اش باقي كيدير؟ هادي المسائل ديالو. اش كيدير في العمل ديالو؟ اش باقي كيدير؟ علي لا خاصك تخوض عند الدرية صافي عيط للدرية تعطيك عندها عندها كلشي. لا ماشي هنا غيسالي هو قالها لي يجي ديك الساعة هو هنا انا نوض ونعطيه. سؤال تجاري هضرت معاه هضرت معاه. سؤال تجاري مرحبا. لا ديالو راه كان خدام في سميتو عباس متطلعي غيكعى الشيء عرفة 06-25-25 صافي عمار شنا اللي بدأ كله كنو الميكرو ديال لاصال هو هذا ولا هذا ديال لاصال هو هذا نشوف وش هو بدأ بحير هو ديال لاصال لا ما خدامش هدر معي عاد شوين هو سميش فين؟ تيست تيست زين هلو الولاد صافي ما شفتها حتى هو جوج Thank you.
ما كاين لاباس سير على الله ديالك طاح صافي صافي هذا ما عرفتش شنو عمر باش يجيب واحد اخر هذا ما خدامش ها هو اللي خدام صح هو اللي خدام هذا ماشي يجيب واحد اخر يكون واحد يدور دوره ماشي مشكل لكن بالنسبه فوالا واحد يكون في القاتليه هكذا يكون ليه بيرتينيك ديرو صافي ماشي ترى واحد الله قول قول صافي قول تنفتحوا نقولوا في الكلمه واحد 5 دقائق باش تفتح بعد 5 دقائق ان شاء الله على بدايه انطلاق ديال الموضوع ان شاء الله درت هو اللي غيتقدم واحد بواحد لا اجدتي فنان كبير يعني مصور صحفي محل الرياضه هو اللي درت مصور صحفي محل الرياضه جوج انا شفتو شي دليل حتى حاجه الناس اللي هضروا فات ما والو ما مشاو خاسرين مشاو داكشي اللي بغاو مشاو خا ما بغاو خاسرين شكون جاي كتب حنا بغيتو اوكي واحد جوج جو ديالهم كنضرب سلام شي راس فريد سلام واحدين قالوا انهم رجعوني وكذا باش تعرف راس الخطا في التواصل ما كانش واحدين رجعوني ولا ضربي ساكنين في المشروع واش غادي يفهم في الحاجه ديالك؟ ماشي مشكل الدنيا هاني الدنيا كاين في البلاصه في الكريجيه انا كنت شاطر في مسار كازا انا ما سمعتش اجي على اساس يقلبوا شي واحد يعطيو فلوس اللي يتحمسوا مثلا الاستاذ محمد خير مبارك بغيت نقدموا يعني مسكين ناقدين الغرض ديال المكتب المنظمين وانا غناخذ الكلمه ديالي وكسرت مرحبا لا انا رحبت به هو الاول مرحبا استاذ ماشي صافي الدنيا هانيه الدراري صافي عباس شويه ديال التباعد الاخوان باش تكون المسائل بسم الله الرحمن الرحيم نبدا هذه الندوه من طرف الاخوان منخرطين بعض المنخرطين والجمهور الشبابي الشغوف المحب للفريق ديالو تجاه الحملة الشرسة ضد فريق شباب محمدية من طرف جريدة إلكترونية اللي معروفة على الصعيد المغربي بدء كنشكر جميع الصحافة اللي حاضرة محلية وطنية جرائد إلكترونية مصورين غيورين الكل مرحبا بالجميع الهدف واحد هو الدفاع عن مصالح فريق شباب محمدية اللي كيبقى فريق عريق يحترم بمكتبه بمسيره بمنخرطيه بجمهوره العريض خارج وداخل أرض الوطن نبدأ إن شاء الله هذه الندوة تعريف بالإخوان اللي حاضرين باش الكل يعلم كل واحد فهاد الوليدات اليوم أبناء ورجال أبناء مدينة المحمدية سي شوقي لمنخرط فريق شباب محمدية مسير شركة سي عبد الرحيم لغيور محب ابن مدينة فضالة مسير شركات معروف سي يوسف عرج اللي غادي يجي ان شاء الله تعالى مسؤول بشركه سي مراد سندس
مندوب تجاري ومحب وغيور ابن مدينة المحمدية، عباس بروين منخرط متقاعد ابن مدينة المحمدية قيد منخرطين، عز الدين الرياحي ابن مدينة المحمدية جمهور مسؤول مسير شركة، محلل رياضي صحفي أستاذ نسيب الحنكية حسن، مرحبا بالجميع السي محفوظ أونسيان جور، السي محمد خيبابا الوجه المعروف والمألوف ابن مدينة المحمدية عبر سنوات قبل ما نزادوا هنا ما شاء الله الله يطول لي في عمره غيور على المدينة. مشكورين جميع الصحافة عزوز نبيل إخوان خابال كل اللي ما ذكرناش اسم ديالو أبناء المدينة مرحبا. هذه ندوة دارت تجاه الناس اللي كتحارب شباب محمدية، نحن لا نخاف ولا نخشى ولا نهاب، كاين رجالات ديال المدينة إن شاء الله تعالى اللي قايمين بالواجب، رئيس مكتب مسيرين الجمهور الكل ملتف حول الفريق باش إن شاء الله يكون الصعود هو الهدف ديالنا المنشود، أمطار أخيرة اللي بقات على هذا الشيء. لكن كاين ناس كتشوش على الفريق بدء غنبداو إن شاء الله تعالى الكلمة في عجالة لجميع الإخوة اللي حاضرين باش يكون المسائل مقنة في دقائق ديالها إن شاء الله. فلنبدأ إن شاء الله بالسي حسن بن الحنكية مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا شكرا للحضور الكريم، شكرا للوجه الإعلامي المحلي ديال مدينة المحمدية على هذا الحضور ديالو وهذا الغيرة ديالو تجاه هاد القناة اللي خرجت بتسريبات مغلوطة ضد رئيس ضد فريق شباب المحمدية. نحن لا نخشى أي قناة أو أي أحد يريد عقلة مسيرة فريق شباب محمدية ورئيس شباب محمدية وجماهير شباب محمدية. نحن حاربنا جيل قديم منذ فترات السبعينات، منهم من شكك في بطولاتنا وفي كؤوسنا وفي كرات ذهبية التي نالها سي أحمد فراس أول كرة ذهبية على الصعيد الإفريقي. هذا يدل على شيء، فإنه يدل على شجاعة الجمهور المحمدي وشجاعة المكتب مسير فريق شباب المحمدية وشجاعة ساكنة المحمدية. ونحن لا يرهبنا أي أحد تجاه فريقنا ولا نخشى ولا نخاف أي أحد. فالإخوان ما شاهدناه اليوم مدينة المحمدية يندى له الجبين أن قناة تنتقل من مدينة إلى مدينة إلا وللسب والشتم في نادي فريق شباب المحمدية. فالنادي العريق لا نخشى ولا يرهبنا أي أحد، فنحن بالمرصاد لأي قناة ولأي متطفل ولأي مشاغب على مدينتنا وعلى فريقنا. ولهذا نرجو من الإخوان الكرام الموجودين داخل القاعة وخارج القاعة والحاضر يبالغ يبلغ الغائب بأن سنتصدى للقناة التي تريد أن تعرقل مسيرتنا ومسيرة فريق شباب محمدية. الكل متضامن والكل يد في اليد لتصدي هذه الهجومات الشرسة ضد رئيس شباب محمدية وضد رئيس نادي شباب محمدية. وشكرا لكم. شكرا سي حسن بالحكية. سي عز الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكروا الناس اللي نظمات هذا اللقاء التواصلي. صراحة أنا جد فخور بالدعوة وجد فخور تواجد مع هذا الكم الهائل من الصحافة والغيورين وكذلك الناس الغيورين على فريق شباب محمدية وعلى مدينة المحمدية. اليوم في هذا اللقاء التواصلي بغينا نديروا واحد الكلمات للتوضيح في حق واحد الجريدة إلكترونية صراحة معروفة بالخبث والمكر وتستعمل عدة أساليب حاقدة وللتجريح. إذا احنا جينا اليوم باش نقولوا لهذه الجريدة الإلكترونية كفى، فأبناء المحمدية ومدينة المحمدية ستكون لكم ستقف في وجهكم. إذا اللي بغينا نقوله بأن هذه القناة ما عندهاش المهنية، ما عندهاش المسؤولية في التقاط الخبر، لأن رئيس فريق شباب محمدية اتصل بهذه الجريدة للتوضيح ولتعليم أبجديات الصحافة لهذه
لهذه الجريده. حنا تابعنا الكلمات ديالو اللي ما كان فيها حتى شي تجريح، كان فيها بالعكس كان بغى يقرب صاحب البرنامج، الا بغى يعطي واحد الخبر او يعطي واحد المعلومه فهو كان خصو يتاكد بالناس المعنيه بهذا الموضوع، وما قالش لي حتى شي كلمه عيب. قال لي كون عيطتي لينا او عيطتي للكاتب العام او الامين المال او احد المسؤولين وما جاوبكش، كان غادي يكون عندك التواصل والخبر اليقين، كانت غتكون عندك واحد الدرايه كامله بالموضوع. اذا ما داروا حتى شي خطوه مع الناس المسؤولين وخرجوا استفزوا الرئيس ببعض المقالات. وحنا كأبناء مدينة المحمدية كنعرفوا هاد الجريدة، هاد الجريدة اللي كتستعمل كل أساليب الخبث والمكر من أجل الربح الأقصى، باغي تربح بالسرعة اللي فائقة. إذا حنا ما غاديش ندوزوها اليوم كأبناء مدينة المحمدية، جينا اليوم نتضامنوا مع فريق شباب محمدية ومع رئيس فريق شباب محمدية اللي كان التدخل ديالو صريح، لأنه هو اللي عنده إلمام بالموضوع، فتكلم مع هذاك الصحفي باش يوضح ليه بان الامور ليس كما يقول. اذا فكنتفاجئوا في اليوم الثاني كيخرجوا بعض التصريحات وكيجيو لمدينه المحمديه وكيديروا استجوابات مع الناس، استجوابات مفبركه قبل التصوير. وحنا هذا الشيء ما كيشرفناش كابناء مدينه المحمديه. سميتو اذا غادي نقول واحد الكلمه لهاد الناس المسؤوله، لهاد الرئيس ديال الجريده اللي هو معروف بالخرجات ديالو الكاذبه، لان هاد السيد سبق ليه ومشى للحبس سنه سجنا. هذا دريس اشحتان ولا مع شحتان ولا شحتان، مشى عام بتصوير عده مقالات في حق صاحب الجلاله الملك الحسن الثاني محمد السادس، لان سرب واحد المقالات بخبر ديال الصحه ديال جلاله الملك. اذا هذه الجريده فهي معروفه عندنا في المدينه وعندنا في المغرب كامل بانها جريده بدون مسؤوليه بدون مهنيه. اذا من كيجي القضاء المغربي ويدين رئيس اللي هو معروف بولد القابله، احنا عندنا ولد ايتمنى، ما عندناش ولد القابله. اذا كنقولوا من هذا المنبر فعيب وعار تخلي الناس ديالك باش يديروا مقالات في حق رئيس فريق شباب محمديه، اللي كنشكروه من هذا المنبر اللي قايم بالواجب ديالو في حق شباب محمديه، كيتواصل فاتح قلبه وبابه وداره للجميع، الصحافه الغيورين المحبين المشاكسين، فهو فاتح الباب ديالو ما سد حتى شي واحد. اذا كنطلبوا من هذا رئيس الجريده الالكترونيه، فحنا كنعرفوك والمغاربه كيعرفوك بالاخبار ديالك وبالجريده اللي كنتي فيها اسبوعيه المشعل اللي كان تم التوقيف ديالها، فاحنا ما كنهضروش من فراغ، حنا كنهضروا والقضاء يزكي الكلام ديالنا بانك تنشر الفتنه داخل الوطن. وشكرا. شكرا سي عبد الرحيم. الاخوان السلام عليكم. الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب او من بعيد لإنجاح هذا اللقاء التواصلي. يعني المغزل من هذا اللقاء جاء بناء على واحد التدخل لجهة لسان واحد الصحفي في واحد قناة معلومة اللي تطرق الأمور لغير لائقة ومخصهاش تقال. يعني هذه الأمور بالنسبة للناس الصحفيين اللي عندهم يعني تيخدموا بأخلاق ويعني بواحد الإنسانية، يعني ما يضطروش انهم يهبطوا لهذا المستوى. رب ضربات نافعه، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هذا الشيء احنا غير خصو يقوينا ويشجعنا ونكونوا يد وحده وجسم واحد ونكونوا كاملين وراء رايه فريق شباب المحمديه. خصنا نعرفوا اليوم احنا كمنخرطين وكجماهير ومحبين لفريق شباب المحمديه ان المسار اللي غادي فيه الفريق اليوم وتسيير من احسن، يعني تسيير اللي كاين في فرق في المغرب. يعني هاد الامور تنقولوها وحنا واعيين بهاد الكلام اللي تنقولو ليه تنقولو. يعني الناس المسيرين على راسهم رئيس الفريق والاخوان اللي في المكتب المديري قايمين بواحد المجهودات كبيره وجباره،
كانت أهداف مسطرة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، أما الحمد لله تتحقق نهار على نهار، شهر على شهر، سنة على سنة. يعني احنا على عتبة تقريبا على نقطة أننا نطلعوا الصعود إلى القسم الأول. هادشي اللي خصنا نفكروا فيه وهادشي اللي خصنا نتفرجوا فيه. البارفي ما كاينش، الرئيس كان التدخل ديالو واضح. يعني كاين أمور اللي تتقال، كاين أمور اللي تتقالش، كاين ناس اللي مكلفين بالفولي ديال الكومينيكاسيون ولا التواصل يقدروا يتكلموا في هادشي. إلا كان ساعدة الرئيس ما باش يتدخل، لأن النقطة اللي كانت فات شوية كت هو على يعني السعر ديال واحد اللاعب لا داعي لديك الأسماء. هاد السعر يعني من حق المسير أو الرئيس أنه ما يتكلمش على السعر ديالو يعني. حنا الحمد لله حنا في مجال وتنعرفوا هادشي، لأن كاين ناس داخلين على الخط. يمكنش أنا نجيو نحطوا الأوراق ديالنا ونعلنوا عليها ونقولوا هاد اللعيبة غنجيبو بالقد والقد، وهذا هادشي ما تيتزيانش أول حاجة. ثاني حاجة مثلا ندخلوا السياسة في الرياضة، واش بالله عليكم صحفي يتكلم على السياسة وهو تيهضر في الرياضة؟ هذا يمكنش نخلطوا بين الرياضة والسياسة، ما يمكنش يجيو الرئيس، لأن يعني بعيد كل بعد. يعني اليوم استضافوا جهود جميع المتداخلين، فريق شباب المحمدية من الخارج، من الجمهور، من المكتب، ونكونوا يد وحده ويد الله مع الجماعه باش تشوفوا القدام، لان ضريبه النجاح هي هذه الاخوان. راه الاجماع، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عليه الاجماع، من اقرب المقربين، راه ما يمكنش كاع الناس غير يبغيونا، راه ما يمكنش. فريق شباب المحمدية فريق عريق، اعطى الكره المغربيه، اعطى المدينه المحمديه، غدا بعد غدا خصنا نعرفوا راسنا حنا، راه كاين واحد الاستثمار كبير، كاين ان بروجي اللي حاطو الرئيس والمكتب اللي معاه، حنا واثقين فيهم، حنا معاهم وغنتضامنوا معاهم تضامن مطلق ولا مشروط، وغنكونوا أول وحدين اللي خصو يدافع، لأن أنا الأوان حنا اليوم نجيو ونقولوا هاد الشيء راه غلط، خصنا نوقفوا، خصنا نصحوا، ما نتسناوش المكتب هو اللي غيجي ويقول لا حكا وقع المشكل، حنا كانوا الخارطين، بان لينا المشكل حنا نصحوا، مرة أمر طرفا يغير أضعف إيمان، حنا اليوم هذه بادرة طيبة، الأخ سي علي مجموعي ما مشكور بهذا الخبر، هذه بادرة خصها يعني خصها تكرر، خصنا حنا كمنخرطين وكجمهور، خصنا نجمعوا الشمل، خصنا نديروا هذه اللقاءات والملتقيات والندوات باش نجمعوا راسنا حنا ونكونوا قوة وحدة، من أجل المصلحة العامة والمنفعة العامة هي فريق شباب المحمدية، فريق اللي عطى يعني لاعبين كبار وكبار جدا. من الاخ الحاج احمد فراس، المرحوم الحاج رعد الله يرحمه ويوسع عليه، يعني افتقدته الكره المغربيه المحمديه بشكل كبير وكبير جدا، واخ ديالنا عزيز علينا الاخ حسن عسيله، واللائحه طويله طويله، والسي محفوظ وسام معنا هنا. شوفوا بواحد النظره تفاؤليه للمستقبل، كاين الخير ان شاء الله مع المكتب المسير ومع الرئيس هشام باسمنا اللي تبارك الله يعني واحد الشاب طموح كفء عنده تجربه ما تكفي. انا يعني على سبيل المثال غنخش شويه غنفتح واحد القوس وغنهضر يعني في المجال يعني اللي تنتخصصوا فيه. كان عندنا لقاءات مؤخرا، كان عندي لقاء مع الحاج ابون في المكتب ديالو، واذا به تيقول لي راه السي هشام اتمنى وقف معايا واحد الوقفه كبيره وكبيره جدا، وانه حل المشكل ديال الهواز باش يلعبوا، راه كان معايا الليله راه باي، واتصلنا بالسي رجع باش حلينا المشكل، والاخوان مشكورين ديال الجامعه، لان المؤسسه الوصيه اللي لعبوا واحد الدور كبير باش نهوض كره القدم المغربيه، على حساب الرساله الاولويه ديال سيدنا محمد السادس، نهوض بالرياضه المغربيه بصفه عامه والكره المغربيه بصفه خاصه. هادشي تيطلب كفاءات، خص تخدمات جديدة. هنا تبين أن فعلا كاين رؤساء، كاين مسيرين بزاف في فرق عندنا في المغرب، بعض المرات تلقى ماني شكارة، بعض المرات تلقى الكفاءة وما تلقاش الفلوس، مي تلقاو رئيس شاب يعني عنده تجربة وعنده الكفاءة، المال يعني ضروري خصو يكون، مي تلقى يعني مجموعة فيها الشروط كاملة، والله العظيم كاين النجاح. ويعني الشعار ديالنا هو نشوفوا بواحد النظرة تفاؤلية للمستقبل، خصنا نخرجوا بواحد التوصيات اليوم، لأن هذا الكلام
اللي لا مسؤول من يعني واحد قناة معلومة وصحافة يعني ما تتمثلش الصحافة يعني بصفة يعني قطعية أن يكون صحافي يتكلم هذا الكلام يعني والصحافة يعني السلطة الرابعة اللي خصها تنجح لأن حلقة مهمة من حلقة ديال الكرة المغربية خصهم ينجحوا خصها تكون عندنا صحافة نزيهة والحمد لله كاينة الحياتية هذي كاين الصالح والطالح فينا مشيتي نتمنى إن شاء الله الفريق شباب المحمدية إن شاء الله أنه يصعد وبطل ما فات ونشوفوا كما قلنا القدام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم إخوان مرحبا بالحضور للجسم الإعلامي لمدينة المحمدية اليوم حنا هنا باش نتامر مع فريق شباب المحمدية مع النادي الرياضي فريق شباب المحمدية النادي العريق بجماهير ديالو وضد الحملة الشرسة اللي كيتعرض لها الفريق ولا في شخص السيد الرئيسي هشام الإتمنة هاد المساومة والابتزاز اللي كيتعرض لها السيد الرئيس هو من هاد القناة هادي اللي هي معروفة بالخبث ديالها وكما قلت هما من أعداء النجاح ديال فريق شباب المحمدية لأن الهدف ديال فريق الشباب هو الصعود ما قلنا بعد التوارث إن شاء الله ونصعدوا القسم الوطني الأول أكيد أنهم ما عجبهمش الحال فريق شباب المحمدية عنده هاد الرئيس في المستوى لأن فريق شباب المحمدية ملي كان في الهوات كان ما حتى شي واحد ما عرفو دابا ملي جا رئيس في المستوى ضروري كيجيو هاد بحال هاد القنوات اللي كيديروا كما قلت الابتزاز والمساومة المهم حنا عندنا واحد البرنامج هو الصعود من بعد فريق شباب المحمدية المكتب ديالو بالمسيرين عنده واحد البرنامج هو التكوين والتقطير ومن اللي غيطلع ان شاء الله القسم الوطني الاول غادي يدافع على التاريخ ديالو وغادي ينافسوا على البوديوم ان شاء الله باش ما كان وكنطلب من فريق من جماهير شباب المحمدية ولا الجسم الاعلامي ديال مدينة المحمدية يتضامنوا ويتوافقوا في الجهود ديالهم للدفاع على الفريق العريق اللي عنده واحد جماهير قاعدة جماهيرية عريضة داخل المغرب وخارجه كنشكر الجميع اللي تضامنوا مع الفريق وشكرا للجميع وكنطلب ان شاء الله باش من الله تعالى باش يرفع علينا هذا الوباء ديال كورونا ونحترموا المعايير الصحية ديال التباعد والنظافة والوقاية وان شاء الله راه شتقنا الملعب بشير والجماهير ان شاء الله تجتمع نكونوا شي فرحة ان شاء الله ديال الصعود وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا للمجمع الكريم اللي جمعته الطرفية بأنه نجتمع اليوم مع مجموعة الوجوه اللي اختلفت في الآراء تبت وحيدها رائد الشباب المحمدية والحب العميق لفريق العريق الشباب المحمدية أنا شخصيا أحد أبناء فريق لعبت في الشباب المحمدية في فئة الدور الصغرى وكذلك فريق أول بالإضافة إلى لاعبي الفريق التالي للاتحاد المحمدية وشيء وان كان بعيدا عن شاشه الاعلام او شاشه ديال الجرائد الالكترونيه ولكن هذا لا يعني انني احب كثيرا فريق شباب المحمديه ولما تحتي فرصه انه لبي النداء فما غادي ما ترددش فكنت من الناس اللي شاهدوا المداخله المباشره ديال السيد الرئيس مع الجريده الالكترونيه اللي اعتقد انه ابان انه عنده مهنيه وحرفيه ولما الجريده فاض ايقاف بحيث عقد انه جريده عندها مشاهده تعرف تدخل البيوت تمارس المهنه بدون معرفه مسبقه الابجديه ديال المهنه فكان من المفروض على الجريده انها توصل وتحاول تاخذ المعلومه من جهه اللي شكلها سيد الرئيس اطار المؤسسه اللي هي مكتب التواصل وكان المفروض على انه كان خصها تاخذ المعلومه نفيا او تاكيدا للخبر فالسيد الرجل لم يقل شيء كان حرفيا مهنيا انا شخصيا وقفت له وقفه احترام ووقفه ديال يعني انه سيد يعني عنده باب العباره كما تقول المغرب عنده ما يقول فسيد من حقه كرئيس الفريق شباب المحمديه انه يتابع اي لاعب فريق ويعرف كثير اخلاقيات ديال ممارسه هذه المهنه في اطار كره القدم فالسيد لم يفعل شيئا
الجريدة بعد بعض لحظات عرجت الموضوع لا أخلاقي، بدأ تأخذ في سلوكية الرجل بأنه عنده ما عنده. هذه مسألة تنظر أنه لا مجال لها. نحن نتكلم عن الرياضة، عن كرة القدم. السيد جاء بالشباب من غيابات الأقسام وجعلها أنه عنده مؤسسات، يعني مستقبلا سيكون عندها ركيان يؤكد المستوى الكبير اللي معروف عليه شباب محمدية. فأنا الشيء اللي حز في نفسي وهو المداخلات ديال الإخوة ديال الناس ديال طاربين ومحبي الرجاء اللي تنبلغيهم الإسلام منا وتنقول لهم أنه لا علاقة لا حساسية بيننا بين جمهور الشباب وجمهور الرجاء. بالعكس كاين شريحة كبيرة من جمهور ديال محمدية تتابع الرجاء بينما حلت وارتحلت. فهذه الجريدة أرادت أن تخلق فتنة، أعتقد أنه مفبركة ربما من فعل فاعل. أكيد أنه لما تقول في أخلاقية الرجل وتؤكد أنه عنده شبهة، هذه مسائل نحن لم نحاسب الرجل. السيد جاء بشباب وأعطاها كيان وعنده عند فريق عنده يعني أقسام صغرى مشكلة من لاعبين اللي لعبوا في فريق شباب محمدية، وهذا شيء مشكور له لأنه أعطى الفرصة للكفاءات المحلية. السيد بغى يرجع الشباب للمكان ديال المعهود. أيها السادة، أنتم في حضرة شباب، راه شباب محمدية ما غنقولش أنه راه هي كبير كيعلى أي فرق، كما كان اللاعب ديال يمكن يتجبد من هذا أو ذاك، فهو فالشباب فله الشرف أن يعني يلعب بقميص الشباب. فنتمنى أنه يمكن يتم تصحيح المسائل، لأنه باش أي واحد يخرج يقول أنه فريق شباب محمدية وأنه سيد يمارس بعض المسائل المشبوهة. أعتقد أنه لحد الآن لم نرى من رجل إلا كل احترام، بالعكس وجه عاد لنا الشباب، عاد لنا فريق الأم بأنه يكون إن شاء الله في مقام فرق كبرى قريبا إن شاء الله. سنعود للقسم الوطني الأول اللي هو المكان ديالنا الاعتيادي، ان شاء الله غادي يكون لنا حقيه وانه يكون لنا المطامح انه ننافسوا حنا كباقي الفرق. واعتقد انه يكفي ان نقول انه شباب محمديه هو والفريق اللي كان تيلعب ليه احد اللاعبين اللي حمل الاشاره ديال العماده في المنتخب المغربي الوحيد اللي فاز بالكرة الإفريقية على امتداد يعني مزاولة الكرة داخل هذا الوطن الحبيب. فأنا هنا ليس من أجل هذا ولا ذاك، ولا نريد جزاء ولا شكر كثر ما نحن هنا من أجل إحقاق الحق، لأنه كفى تشويج على هذا الفريق. والسيد يعمل بجد، عنده انطباع جيد جدا، وأنا جد سعيد أنه يكون لي شرف أنه نقول الكلمة حقا، لأنه هذا شيء صغير فيما يقول به السيد. إن شاء الله جعلنا يعني ولا بإمكاننا أنه نطمحوا أنه نجلبوا هذا اللاعب باسم وهذا اللاعب اللي تيلعب فريق الرجاء أو فريق الوداد. فهذا شرف كبير لفريق شباب محمدية. وتنشكر هذا الجسم الإعلامي، تنشكر كثيرا الجسم الإعلامي لهذه المناسبة، ونتمنى أنه جمعنا فرصة أخرى، فرصة ديال الخبر الحقيقي اللي هو صعود فريق القسم الوطني الأول. ونتمنى أنه رفعنا هذا الوباء كما قال الأخ مراد. وخير ما أختم الكلام ديالي وبيت شعري، وحيث يقول الشاعر: إذا جاءك تمنيتي من ناقص فتلك شهادتك إني كامل. والسلام. شكرا سي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما غاديش نكرر الكلام اللي سلف الذكر وتكلموا فيه الاخوان بكل صراحه، الباو كل واحد غيور على الفريق راك على هكذا وتصنط وسمع هذا الكلام هذا، وهذا علاش دفعنا احنا كمنخرطين وكمحبين وكجمهور ديال شباب محمديه باش نعملوا هذه الندوه باش نوقفوا مع الرئيس. وهذا الرئيس ما في خباره والو، باش يكون في الواقع راه ما في خباره والو، بحالنا حنا دايرين الندوه هذه جاي بحال باش نساندوه ونوضحوا للناس اللي ما عارف فريق شباب محمديه، لانه فريق عريق وفريق كبير وفريق عنده تاريخ لا يمحى.
ولهذا جينا حنا كغايورين باش نتكلموا ونوضحوا. والرئيس راه غادي في المسائل ديالو الخاصه به وغادي بفريق مع المكتب ديالو الى الامام، والناس خدامه والناس جايب مشروع، ماشي هادشي هادشي جا مغرب. وهذا الرئيس وهذا الفريق شنو عمل؟ علاش هاد الناس كلهم بحال هكذا ودايرين كيحاربوا الرئيس؟ علاش من ناحيتاش؟ واش قام شي حاجه؟ هادو اعداء النجاح دائما، اي واحد تيقوم بواحد المبادره كيشوفوا غادي قدام وجون وغادي واحد المسائل اللي هي احترافيه في الحقيقه. هادشي علاش الناس يمكن ضرهم قلبهم، يمكن ما بغاوش هادشي هذا. وحنا كولاد المحمديه وكنعرفوا هاد العائله قديما رياضيه، ما جاتش الله جات تحطات بالباراشيت، راه معروفه قديما عطات للمحمديه من كل مجالات. وحنا كنقولوا بحال هكذا، هاد الناس واقيلا ضروا من لان واقيلا كيقولوا لان من المسائل الرياضيه تكون لي مسائل اخرى كثيره لهاد المدينه اللي هي مسقط الراس ديالو. داكشي علاش هو كي حنا نضنا باش نديروا هاد الندوه هذا باش نبينوا للناس ونبينوا لهذيك الجريده. انا ما بغيتش تحدث عليها مزيان لان راه باينه كتعطي غير التشويش وكتكلم في مواضيع لا اساس لها من الصحه، كتكلم على الشعواده، تكلم على الخيانه، كدير الفتنه ما بين المواطنين، وهذا عار عليها. المسائل الصحافه هذا خصها توعي وتعطي المعلومه اللي يستافدوا منها الشباب ديالنا وولادنا. ما تدخلش في اي حاجه كتكلم فيها، اي حاجه كتنطق فيها. هذه اذا هذه جريده متعويده رغم ما عندها بزاف لي في، لان علاش؟ حيت كتكلم في مسائل تافهه. وحنا لها بالمصاب، لان كاينين الناس الحمد لله ولاد المحمديه اللي عندهم باع كبير في الصحافه ويعرفوا شنو كيقولوا ويعرفوا يحاربوا قبل المدينه ديالهم، وهذا الشيء راه ماشي غريب عليهم. وحنا دائما مع شباب المحمديه في ظل الرئيس ديالها هشام ايتمنى، وحنا غادي نحاربهم باش ما حملوا. وحنا كنعرفوا هاد الناس هادو وهاد الاتباع وهاد المتضددين وهاد المتملقين وهاد الناس هادو اللي باغي يديروا ابتزاز. هذا حنا ماشي باهتزاز دابا، ما عمر الانسان وسيرته في الرئيس، الرئيس ظريف ولا جيتي بالمعقول يعطيك كبوط وخلاه مولاه بالدارجه، ولكن الا جيتي بطريق ملتويه هو عنيد جدا. لهذا هاد الناس هادو ما حملوش هاد القضيه هادي لانهم ضعاف، لانهم دائما كيبغيو يلعبوا في الماء العكير. ولكن نحنا كمحبين وكجمهور وكغيورين على هاد المدينه ما غاديش نخليهم، غنبقاو دائما في الصف الى الامام. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر جميع الحضور الاعلامي الكبير، الحمد لله. تحيه لكم كاملين الاخوان ديال المواقع ديال القنوات المدونين. غير الاشاره نوضح انا ابن مدينه الدار البيضاء وليس ابن المحمديه، وشغوف وفخر على فريق شباب المحمديه وتنجيب الفرس عليه دائما هذه العشر سنوات الاخيره. غنبدا بآية قرآنية تقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديم. صدق الله العظيم. يعني هذه رسالة، هذه الآية الكريمة تتكلم لنا على أنه يعني راه فسق أنك تنشر أخبار كاذبة. هاد الناس اللي يتكلموا بهذا الإطار في هاد الأمطار الأخيرة ديال فريق شباب محمد اللي ما بقى ليه والو على الصعود، هذا الشيء ما بداش غير اليوم، غير باش نذكر الجسم الصحفي والاخوان المدونين انهم منذ بدايه السنه وهما تيقوموا بنفس ربما مجموعه من المواقع والقنوات حضروا انهم مثلا في المشكل ديال التذاكر اللي كان تيوقع لجميع الفرق، فكانوا دائما هما تيخلقوا الفتنه. واتذكر واحد المقابله فكان الفريق منتصر وفي اثناء يعني في وقت يعني في الفريق رابح، فداروا يعني بداوا ريبورتاجات على تأمين التذاكر في وقت المقابله. فالناس معروفين على الصعيد الوطني، ناس زارعين الفتنه كما قالوا الاخوان، تيتكلموا على مسائل ديال الرذيله وديال الفساد واشاعه الفساد. فهذو اظن بان جميع يعني المبادئ ديال الصحافه اللي هي الحياديه والموضوعيه فمبعد عليها وما غنتكلموش عليها الان. المساله الثانيه اللي تيتكلموا عليها كثير هو انه السيد الرئيس تدخل باسم، وانت تتكلموا انت حد الصفه. حنا الان لسنا باش ندافع على الرئيس لانه الحمد لله عنده هوتي دافع على راسو، عنده لجنه التواصل. فالرئيس انتحى الصفه في الاول باش يدخل يتكلم، ثم قال لهم انا ياسين ثم قال انا الرئيس. يعني راه الناس هذه لو انه كان انتحى الصفه ولا كل مره انه بقى في نفس الاسم، فقال لهم انا اجابه منه.
المسألة الثانية غير التذكير مجموعة من الإخوان تتابعونا الآن تقولوا هاد الناس تجمعوا هنا ربما راه الرئيس وضعهم هذا كان لقاء عفوي هذا جروب ديال واتساب ديال الجماهير ديال الشباب المحمدية هو اللي قرر اليوم أمس راديو الشباب المحمدية فهو اللي قرر أنه تكون هاد اللقاء تواصلي كما تطرق السي علي في المداخلة ديالو فيها جميع هاد الإخوة تشوفهم أغلبيتهم يعني الحمد لله مسيري شركات ما محتاجينش هذيك 200 درهم ولا 1000 درهم تتكلموا عليها فالإخوان الحمد لله كلهم يعني الحمد لله مستوري فما ما تنتسناوش شي واحد يقول لنا رسالتي للجماهير الشباب المحمدية هاد الشيء ما يزيدنا غير لا توحد ويزيدنا يعرفنا باننا عندنا اعداء واعداء راه كاين اللي واضحين وباينين وكاين اللي ما باينينش مجموعه من الناس يحاربونا من فرق اخرى لانهم ما قدروش يصعدوا وهذو الناس ما عارفينهاش هذه حروب كانوا كل شيء كان تيقول بانه فريق شباب محمدي ما غيستطيعش ربما في هذه المسيره ديالو من القسم الرابع القسم الثالث القسم الثاني ما غيقدرش في القسم الثاني كاين فرق اللي عشات في القسم الثاني وكل سنه تيوعدوا الجماهير ديالهم انهم غيصعدوا وملي كانوا الخيبه ديالهم راح تبان ان بعد الخيبه الكبيره ديالهم فمتوجهوا اتجاه ديال شباب محمديه ودير الرئيس ديال شباب محمد فهاد المساله نبغي ان جماهير شباب محمديه تفهم لهاد المسائل وتوحد وراء هذا الرئيس ديالنا الشاب اللي جاب مشروع هذه اربع سنوات والحمد لله هو مشروع يعني تنقول بانه دار واحد الثوره على المستوى الوطني لانه تيتكلم على المشروع بشهر بعالم تيتكلم على افاق كبرى يستثمر في اللاعبين وهذا الشيء كنا تنتابعوه في اوروبا ولكن تجيهم قليله انه شباب محمديه انها ما تستثمرش اللاعبين تكلموا الى هذه الصحيفه ولا هذه القناه تكلمت على احداث لازم خصنا نتكلموا على علاش ما تكلمش على مرمى البوليد مع اللي رجلاكي الان باغي يدير التحيط واللي اللي قرر يوصل اربعه مرات ولا خمسه مرات علاش ما درتش حلقه على مرمى فعلاش تكلموا بصراحه علاش هذه القناه لانه كان عندهم اشكال من الاول حاول انهم يبتزوا وراء الاخوان هنا كلهم عارفين حاولوا ان يبتزوا الرئيس ويبتزوا شباب محمدية وما رضخوش لهم وبالتالي فبداوا انهم تيديروا جميع الوسائل على اساس انهم يحاولوا انهم يبتزونا المساله الاخرى رساله اخرى قبل ما نكمل فانا استحي اني تتكلم على امام تنشوف اهرامات صحافيه السي محفوظ ولاعب سابق والسي خيبة ربا فاحنا تنتكلموا بالغيره ونتمناو من الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا موفقين المساله الاخرى هي تحيه للناس الاذكياء والعقلاء في الفرق الوطنيه ووجه نداء الاخوان ديال الرجاء العالمي فالرجاء راه عنده قيمه في قلبنا جميع الناس ابناء المحمديه الى يحبون الفريق ربما يتعاطفون مع فرق اخرى لانهم شان باقي المغاربه فالرجاء لما حقق البطوله وكان في نهايه كاس العالم جميع الصحف هنا وجميع القنوات وجميع المدونين فكلهم فرحوا بالرجاء كما تنفرحوا بالوداد كما تنفرحوا بالمغرب التقواني كما تنفرحوا فرق ديال الهوات اللي عشناها واستقبلنا فريق كان مكتب هو السي علي تيدير استقبل فريق ونذكروا الاخوان ديال الرجاء ان الرجاء تقيم المعسكرات ديالها عموما في الفندق اللي كان في الدار البيضاء اللي هو في ملكيه الشيخ رئيس ديال الشباب المحمدي الاخوان ما عارفينش هذه المعلومه ربما فهو يقيم يعني ما عندناش اشكال على الرجاء على عينينا كجميع الفرق ولكن بواجب الاحترام نحن نحترم جميع الفرق فالفرق تتبادل الاحترام يعني ننادي ان هاد الناس العقلاء ديال انهم ما يطيحوش في هذا الفخ لان هذه الجريده حاولت انه معروفه ان زرع الفتنه وهي معروفه هي زرعت الفتنه ديال الخميس الاسود ديال الجيش الملكي اللي عقلته في الدار البيضاء فهي اللي زرعت هذيك الفتنه والهيجان بالحوارات ديالها وبالاستفزاز ديالها مباشره كانوا في عين الحدث كانوا في الهراويين كانوا متواجدين في الهراويين في الخميس الاسود كيفاش كانوا حاضرين يعني كاين هناك عندهم وسائل دسيسه الهدف ديالهم هو الفتنه شكون اللي دافعهم الاخوان هنا الصحفيين عارفين بان هذيك القناه مدفوعه من جهات خارجيه على الوطن اول شيء ثم يعني الهدف ديالها هو افساد العلاقات بين المغاربه عموما بين العائلات بين الفرق هو الهدف ديالها هو تمييع الشان العام ديال كما قال السي عز الدين في البدايه فالرئيس ديالها معروف انه كان سجين وفي 2009 تم يعني سجنوه لانه كان اخبار كاذبه على العائله الملكيه ثم ثاني اخبار كاذبه على الصحه ديال ملك البلاد فهذه معروفه عليه ومعروفه على الجسم ديالهم دائما في مكان الفتن تيكونوا هم فالله يجزيكم بخير انا تنوجه نداء ديالي للناس الصحفيين العقلاء فانه دائما
الشباب المحمدي عندها مكتب تواصل، عندها منخرطين، عندها جمهور، فاللي بغى الخبر راه يجي للمصدر ديالو، وراه دائما الباب مفتوح أمام. ثم مسألة أخرى هو أنه في الإطار ديال هذا التواصل نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبقى التواصل دائم. حنا الآن على بعد أمتار قليلة، نبغيو أننا نفرحوا وأننا نفرحوا جميعا إن شاء الله تعالى، ونظن أنه الفريق الآن وضع القدم ديالو، لأن عندنا 44 نقطة غير باش نذكرو، وعندنا مقابلة ناقصة فرق أخرى تاهي، ولكن حنا وضعنا القدم ديالنا وحنا جايين بهذا الفكر الاستثماري، وحنا وراء هذا الرئيس الشاب اللي عنده أفكار جديدة، وعنده يعني اللي ما قدش يدير بحاله ما يديرش، يعني اللي عجز ما يبقاش يرسل لنا الكتائب والذباب الإلكتروني، راه هادشي باين ومعيق بزاف، راه نتوما تلاحظوا معنا، ونخلي الكلمة تاعك. شكرا سي شوقي، شكرا الإخوان جميعا اللي طرقوا على هاد المسائل. كل شيء قال اللي خصو يتقال، الكلمة اللي خصنا نقولوا هي نحن وراء رئيس فريق الشباب المحمدية، شخص جاء بتسيير جديد، العلم عند الله الناس هادو قيل جاو ما شي جديد، هادشي راه كاين في اوروبا كنشوفوا حنا، الكل اصبح اعلام وكيتفرج وكيشوف عند المقابلات الكبيره والتسيير الجديد وكذا، لكن دابا كما كتشوفوا الحمد لله الامور غدا على احسن ما يرام. ما خصنا حنا الا نكون وراء الفريق ديالنا، جنود مجند وراء الفريق. هذا المسائل اللي قال انا دائما اقولها، الحاجه اللي هضر عليها هو في السوق الصحفي تعليق حر والخبر مقدس، هادشي اللي هضر عليه السيد الرئيس، الخبر كيكون مقدس. السلطه الرابعه الصحافه، ملي كتقول واحد الحاجه خصك تقولها وانت عارف اش كتقول، لان غتحس بها، والصوابق راه عندهم صوابق عدليه لا داعي للذكر، حنا ما كنشوفوش باش غنبقاو نترددوا مع هاد الجريده. الفريق غادي في الطريق الصحيح، ما يسعنا الا نشجعوا الفريق ديالنا ونكونوا وراء الفريق اللي غادي بواحد المشروع مدبر معقل سيري اللي هو جديد. غنعاود نقولها على هاد الناس هادو جاتهم غريبه، هادشي ديال لاجيستيون استثمار هو صحيح، راه ماشي بالسهل باش غتكون كتفهم فيه بزاف. هاد الناس هادو راه كيشوفوا هاد المسائل غدا مزيانه، سي نورمال خاصهم يقطعوا يوقفوك، لكن نحن نعلم ان السيد الرئيس هو كما قال عباس عنيد في هادشي ديال التسيير وديال المسائل ديالو، مايمكنش غادي يتوقفوا، ما غاديش يعيرك بسميتو بكل صراحه. راه داز معنا في جمعه عامه وشفناه وشفتوه، راه هو ماشي سميتو حنا كنجاملوه ولا كنطبلوه، نقول ما اللي كنشوفوه اللي كنعيشو معاه. السيد غادي مزيان، اللهم يسر الفريق غادي في احسن طريق، نتمنوا خير ان شاء الله. مشكورين جميع الصحافه والناس والحضور اللي حضر. نعطيو الكلمه للاستاذ سي محمد خي بابا اللي مشكور من هذا المنبر، هذا غادي يطلع ان شاء الله تعالى، وغادي نعاود نقول واحد الكلمه على الناس اللي هضرات في شوف تي في الجريده هذه، جريده العار، لان الكلام كيفاش تقال من طرف واحد ابن حي القصبه، فهو كان مدفوعا، قال هذا الشيء وقال، قال لي وانا كنت مدفوع بحال هكا العباره، والبقيه مفهومه وكل شيء واضح وبين. مرحبا سي محمد. بل أن المشكل غادي يأخذ واحد الحجم أكبر من الحجم ديالو وأكبر من المنتظر من فريق ديال الشباب المحمدية. بغيت قبل ما نبدا ندير واحد التحية للأخ ديالي نور الدين العبيراوي، الناس اللي قدام كيعرفوا شكون، كنطلب منه باش يوقف، نور الدين العبيراوي ديال لوبينيون اللي اشتغلنا ثلاث سنوات، اللي كان دائما من السباقين لمساندة مدينة المحمدية، واللي ربما اللي سمع هذا المشكل اليوم جا التقينا حتى دابا التقينا، وكنت سعيد جدا انني التقيته. انا سعيد جدا كذلك كنشوف صحفيين شباب اللي جاو حاضرين لتغطية هذا الحدث. هذا انا كنشوف بينا واحد لابرونتيساج، واحد حنا كناخذوا واحد الدروس باش يمكن لنا كيفاش نسيروا بعض المواضيع. الجميل جدا في هذه الندوه ديال اليوم
وأنه هذا الوقت باش كان يتجمعوا المنخرطين والمحبين يعرفوا الحالة ديال شباب محمدية، باش يعرفوا بين الفريق شباب محمدية فريق عالق. شباب محمدية لا يحتاج أي أحد باش يقول أنه فريق عالق، لأن أنا عشت معاه. أنا اليوم أتكلم كشاهد عيان، كشاهد حضر المقابلات ديال فراس، ديال أسيلة، ديال الرعد، ديال بوكني، ديال حدادي، ديال ترابا، حضرت ديال راموس، ديال الشانسيز، حضرت لاعبين كبار، حضرت مقابلات، وكان الشرف أنني نغطي ديك المقابلات ونوكلها. ونقول لكم بأنه ما كانش سهل جدا أنك تنقل المقابلة ديال فراس بالطريقة اللي كيلعب بها وأسيلة، وكيفاش كان داك التجاوب في المقابلات. أنا كان عندي الشرف أول واحد اللي علم فارس أنه خذ الكرة الذهبية الإفريقية. أنا أول واحد اللي مشيت جبته من الحمام وقلت عليه. ديك الساعة اتصلوا بيا فرانس فوتبول، كنت كورسبوندون ديال لوبينيون، راه السي الكركي عارفها، اتصل بيا اللي جبت سامي الله يذكره بخير وعلمته. علاش كنذكر هذا الشيء هذا؟ كنذكر به باش نقول للناس بأن أي واحد غادي يتكلم على شباب المحمدية خصو بعدا يكون عنده إلمام بالرياضة الوطنية. فرص الشعب المحمدية كانت هي العمود الفقري ديال الفريق الوطني، وكلنا كنتذكروا المقابلات اللي جرها الفريق الوطني، وشكون اللعابة اللي كانوا كيكونوا ديك لوساتور ديال الفريق الوطني. ولكن شكون اللي كان مع شباب محمدية في الوقت؟ كان الحاج محمد يتمنى، الحاج محمد يتمنى اللي كان تقريبا لي كونسونطراسيون ديال قبل المقابلات كنا كيكونوا في السنتر ديال العالية. أنا كنت كاتب عام ديال شباب محمدية، كانوا كيكونوا لي كونسونطراسيون في العالية، ولكن التجمعات قبل المقابلات كانوا كيكونوا في الدار ديال ايتمنى في البيت ديالو. كلشي لعب بحال ولادو، حتى أنه فارس نهار اللي عيطوا لريال مدريد باش يجي قالوا ايتمنى داكشي غادي يعطيوك ريال مدريد، غنعطيك أنا وباسم محمدية وباسم محمد يا فارس. عشنا مقابلة كبيرة، العائلة ديال ايتمنى اليوم ما غاديش نتكلموا انا هشام ايتمنى غير باش نذكر واحد الحوايج في التاريخ. انا ملي كنت كندير المقابلات في ملعب البشير كان كيجلسوا حدايا جوج ديال الاطفال، انا ما تكبروش بزاف، انا غادي نقول لك شي واقعة. كان كيجلسوا حدايا جوج ديال الاطفال، بدر الوزاني ولد العميد ديال المحمدية اللي كان اول عميد في المحمدية، وهشام ايتمنى اللي كان طفل صغير كان كيجلس في كل المقابلات كيتبعها معايا، كل المقابلات اللي كتدوز في ملعب البشير. لا شي واحد غادي يقول اليوم بان ايتمنى تسلط على الكره وجا للرياضه باش يربح. انا غنقول ليه كانسان عشت هذاك الحدث وعشت ذاك الوقت، انه هشام ايتمنى كبر مع اللعبه ديال الشباب المحمدية، كبر مع الفريق ديال الشباب المحمدية. كنا عائله واحده، المحمدية دائما كانت كبيرة بجمهورها، بالمحبين ديالها، باللاعبين ديالها، كانت كلشي عائلات. العائلات راه كانت العائلة ديال الرعد، راه هما 4 ولا 5 ديال اللاعبين، العائلة ديال الحدادي، كل كانوا مجموعة ديال العائلات، كل كانوا كيكونوا الفريق ديال المحمدية. اللي بغيتك اخوان اليوم انتم من الجميع، انا نحاول ننزلوا ديك الضغط، ما غاديش نبقاو هذا عادي كيوقع في ميدان الصحافة، عادي أنه كتكون دائما واحد الجريدة اللي كتميز بواحد الطريقة ديالها ديال العمل. كاين مخزن في البلاد، راه كاين السلطة، راه حتى شي واحد ما عنده الحق أنه يجي يتهم واحد الإنسان بشي حاجة ولا كتبقى. حنا في ميدان رياضي، أنا كنظن تبعت كلشي هاد العمليات ولقيت بأن هشام ايتمنى تصرف بالعقل لأنه ما كبرش الموضوع. لنأخذ من هذا التدخل المدخل ديال اليوم، واننا الحمد لله ان اجتمعنا اليوم، اجتمعنا باش نشوفوا شويه الحاله ديال المحمدية، باش نتعرفوا على بعضياتنا في السبرينت فينال اللي نشقاو. قتلنا مقابله انتصار والمحمدية القسم الوطني الاول. هشام ايتمنى لا يحتاج اننا نقولوا اشنو دار، الارقام والنتائج تؤكد اشنو دار المحمدية. محمدية كانت في القسم الوطني الرابع، كانت اسفل سافلين، كنا كنحشموا اننا نتكلموا نقولوا احنا من المحمدية، ولو كيتكلموا عنا غير في النشره الجويه، اذا كانت الشتا بزاف في المحمدية عاد كيجبدونا.
ولكن حضر أيتمنا السنة الأولى طلعت الثالث الثاني والآن إحنا مشرفين على القسم الوطني الأول بس رجع المحمدية بحالي كانت لأن المحمدية مدينة ديال الكرة مدينة ديال الرياضة راه العربي باطمة الله يرحمه راه قال لهم المحمدية تمشي لأي زنقة غير تروحي ديك مغمضة تهز اللعاب ولا تهز فني إذا اليوم لا نحتاج بأن شي واحد يجي يقول لنا فلان دار ولا هذا المكسب خدم مزيان ولا ما خدمش مزيان ولا هذا المول خارجين ما كاينينش ولا المحبين ما كاينينش النتائج اليوم هي تؤكد بالرغم من هاد كورونا بالرغم من هاد المشاكل بحاجة اللي يطلب الإنسان الله يرفع علينا هاد الوباء باش نرجعوا أن نتبعوا نحتفلوا بالفوز والصعود ديال شباب المحمدية الله يخليكم نزلوا ديك لاطونسيون نزلوها حنا هذيك قناة إذا اللي بغى شي واحد اللي غادي تمشي حاجة كاين مخزن في البلاد حنا أشو غنمشيو شو اليوم اللي غادي يكون الهدف ديالنا ولكن وجه هاد النداء لكل الناس اللي كيتبعونا على عبر اللايف والناس اللي حاضرين معنا أن يكون الهدف اليوم هو الصعود ديال شباب المحمدية لأن المدينة ديال المحمدية تموت المدينة ديال المحمدية الشباب ديالها ضايع الشباب ديالها مكرفس شباب المحمدية كانت مرتبطة باسم بالرياضة كانت مدينة ديال الأزهار والرياضة الأنيقة وخرجت كرة القدم اللي هي ماشي رياضة أنيقة ولكن كانت أكثر بكثير من رياضة أنيقة اليوم هاد اللقاء اللي درنا أنا كنشكر عليه بزاف الإخوان اللي انضموا وكانت مناسبة أننا التقينا وأننا ننطلقوا من هنا بمبدأ واحد أننا نطيحوا شوية دراتونسنا لأن هادوك الصحفيين قالوا اللي قالوا إذا استيئيت منا تعرف شي حاجة عنده القضاء يمشي ليه إذا كان شي حاجة أخرى إحنا كمحبين كشباب ديال المحمدية كفرقة ديال المحمدية هادشي لن يؤثر في شيء في النتائج النتائج اللي نحن الحمد لله غادي نسالو بغيت نتكلم غير على واحد النقطة بالنسبة للرجويين أنا بزاف الرجويين كيتصلوا بيا وكيقولوا لي شو بغيت منا شي دار وهذا وهذا حنا اللي خصني نعرفو الإخوان كاملين أن حنا كنعتزوا بوجود الرجاء والوداد في المغرب حنا كنعتزوا بهم كفرات كبيرة والمحمدية دائما كانت نفس الرجاء والوداد دائما اتحاد المحمدية كانت كتخلق مشاكل والحسين كانت كتخلق مشاكل في الفرق ديال الدار البيضاء هذا عشتم انا مقابلة الرسالة اللي نقول لك الناس ان الاكثرية ديال المحبين الوقت اللي كانت الشباب في مشاكل كانوا كيبغيو الشباب وكانوا كذلك واحد الطرف اللي رجاوي واحد الطرف اللي كان ودادي وكاين حتى الناس اللي تابعين فريق الجيش الملكي قد الرياضة هي اللي جمعنا نبقى في الميدان الرياضي نبقاو عندنا حنا اليوم عندنا هدف على واحد الاوبجيكتيف اللي كيتسنانا الشباب كله كيتسنانا المدينة كيتسنانا التجارة كيتسنانا كلشي كيتسنى المدينة اللي ماتت هي مدينة المحمدية نديرو ليا تفليل أنا كنشكركم جميعا وتشرفت أنني شفتكم وسعيد جدا وتحية الأخ ديالي نور الدين الركراكي الصديق ديالي اللي عشت معاه سنوات طويلة في الميادين الرياضية وشكرا لكم تبارك الله عليكم شكرا السلام عليكم إخوان شكرا زملاء أولا نرحب بزميل نور الدين الركراكي صاحبي الكبير المدير في جامعة الطبيلة غادي يحضر لهذا اللقاء الأخوي أود أن أقول كلمة باسم جمعية اللاعبين قدماء اللاعبين شباب المحمدية أننا كلنا متشبثون بالرئيس سيدي هشام أيتمنى لكل ما جاء به من مشروع متميز للنادي والنتائج اليوم أصبحت معكوسة في خط تصاعدي ويكفيني أن أستدرج نتائج الأربع سنوات التي سيرها الرئيس هشام أيتمنى في شباب محمد 2016-2017 القسم الثاني هو 2017-2018 القسم الأول هو 2018-2019 القسم الوطني هو 2019-2020 البطولة الاحترافية الثانية وإلى حدود هذه الساعة شباب محمد يختبر الرتبة الأولى 44 نقطة أمام النادي الرياضي السلمي 41 والماس والكهرباء وبهذه النتائج من موسى أوجه كلامي للمسمى محمودي وأقول له أن السيد هشام أيتمنى رئيس شباب محمدية إطار من خيرة الأطر المغربية التي أحرزت على شوارع عليا بمدن أوروبية معروفة
وتخرج منها كبار المسيرين منهم وزراء كبار ومدراء وخبرة رئيس الشباب الماضية تسير بشباب محمدي الأمن وأخي محمودي شباب محمدي بخير وفي أيادي أمينة ونحن جميع قدماء لاعبي شباب محمدية يد في يد مع الرئيس أحب أحب وكريم كريم وللتذكير لأخ محمودي أول كرة ذهبية في المغرب حرز عليها الدولي السابق أحمد فارس وأحمد فارس هو صاحب الرقم القياسي في الإصابات 42 إصابة مع المنتخب الوطني إلى يومنا هذا وأظن أن في الرتبة الثانية كاين باصير 24 إصابة كأس إفريقيا للأمم أربعة لاعبين من شباب محمدية هما فارس وعسيمة وقلاوة والحدادية اللي فوقية الضابطة كانوا كيعطيو لاعب لا وجه لاعب وفي النهاية أشكر الجميع ديما دمنا شباب ولا للتشويش على الشباب إخواني التذكير في عجالة في عجالة التذكير بأن هذه الهجمة اللي كانت ديالها الكفالات بل كنا في أواخر السبعينات بداية الثمانينات اللي كنا هاجمنا كنبغي هاجمنا واحد شخصيه رياضيه بارزه في المغرب او كان كيشك في النتائج ديال شباب محمديه وكنا تصدينا به انذاك ولازال يحارب الشباب ان عبر الصفحه ديالو ولكن كان جاوب ديال الاخوان عبر الصفحات ديال المملكه المغربيه كانوا كيتصدوا له هذا خير دليل على ان بعض الاخوان الصحفيين اللي كانوا جاوتهم الضاويضه بحال الاخ زهير والاخ سيمون الدوري وبعض الاخوان اللي جاوا هذا حبا في شباب المحمديه فكان الاخوان تبارك الله من جاوا من الضاويضه اللي جاوا من المنطقه كذلك باش نقول لكم الاخوان هاد الانسان اللي كان كيحارب في اواخر السبعينات كان كيشكي حتى في النتائج تصور معي في المقابله النهائيه ديال شباب محمديه والراك اللي كان دازت في 73 ولكن المقابله لم تجرى لاسباب الكل يعرفها كان واحد القتال كيتمنى بان شباب محمديه خافت من الراك وماش كيعرف الماتش ديال الفينال هذا بغى يوهم واحد فئه رياضيه في المغرب لكن بعد المرور ديال السنوات وكان كيدير عاد واش بعد الجامعه دارت الموقف ودارت واحد هذاك بيلوفاس اللي شكون غادي يفوز بالكاس ديال العرش باش تبقى عبر التاريخ ديال المملكه فكان كان انتصار لحليف الشباب هذا باش نقول الاخوان بان هاد الشرمه ديال هاد القناه هذا كما قال الاخ بابا ما نمشيوش معاه بعيد ما عطيوهاش كثر منا كانوا حاربونا ما يوصلوش نزول ثاني هذا كنشكر الاخوان باش ما نطلعوش لا طنس لا كثيره لا ذاك وشكرا للسي سي نور الدين اللي كازو مدرسه محمديه وشكرا باش نضيف الاخوان وباش نقول واحد الكلام الله يجزيكم بخير واحد عثمان الطاهري راه حتى هو مصاوي وحنا كنعرفو كيحب المغرب ماشي الى النخاع الى النخاع وهو راه صحفي في هذه الجريده المخربقه هو وعثمان مول هو راه مصاوي هما بنت الفريق خدمه الفاسي والتشويش كله خدمه المغرب الفاسي اللي تذكر فقط اخر كلمه كمنخرط داخل فريق شباب محمديه كنوجه الرسالة ديالي لواحد المنخرط بفريق الرجاء البيضاوي اللي اليوم كتستغلوا هاد الجريدة المعروفة بالخبز ديالها كيخرج بكلام على فريق شباب محمدية وعلى رئيس فريق شباب محمدية فأنا كشبابي وكمنخرط ما كيشرفنيش تجي عندي هاد القناة وتقول لي تكلم على رؤساء الفريق داخل الكرة الوطنية إذن فريق الرجاء البيضاوي كيتحترم وطنيا وداخل مدينة المحمدية كباقي الفرق وبحكم الجوار فما يمكنش ليا اليوم نوض ونعت فريق الرجاء بمواصفات لأن عنده مشكل بسيط مع صديق ديالو اللي هو هشام يتمنى
اللي هو الصديق ديال زياد وراسك الصديق ديال بودريقة والصديق ديال رئيس الوداد، فعندهم واحد سوء تفاهم وما يمكنش لينا حنا كجمهور او كمحبين او ناس نريد الاصلاح داخل الوطن باش ندخلوا في هذه الصراعات اللي ان شاء الله غيكون الحل ديالها قريب بين الرؤساء. اذا رسالتي كانت واضحه للمنخرط، كفاك ما تبقاش يستغلوك هذه القناه ديال العير والفساد والفسق والمساواه والمساومه، ما تبقاش تستغلك ضد رئيس فريق شباب محمديه. شكرا شكرا استاذ. الإخوان من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. الشكر يعني مرة أخرى للجهاز الصحفي المسؤول اللي معقول، الإخوان اللي حقيقة عندهم واحد غير على هذه السلطة الرابعة الصحافة النزيهة، لأن اللي تيمش حوا الناس يعني ما عندوش علاقة يعني بالصحافة. نحن كمنخرطين وكمحبي فريق شباب المحمدية وجمهور شباب المحمدية الغيور يعني غنقوم بواحد بلاغ استنكاري واستفساري للمسمى اللي تنتمي لهذه الصحافة لهذه قناة المعلومة، وغنعطيو وغنوضعوه في يد المكتب الموسيقي لشباب المحمدية، لأن ونشوفوا يعني الرد ديالهم ولا تعطي كاع الضروره نقدروا نمشيو حتى لهكا. نحن كمحبين وكعاشقين وكمنخرطين ومحبين فريق شباب المحمديه، الشكر لكم جميعا وتحيه طيبه وخالصه. الله يبعد علينا هذا الوباء وهذا البلاء، الله يرحمنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا استاذ ابراهيم. شكرا في الختام باش نقول واحد البلاغ شباب المحمديه. إذا كما قال الإخوان فتحية للجميع من المجلس الصحفي، هذا بلاغ ديال هذا الندوة ولا ديال هذا اللايف. فالإخوان تحيوني باش نقرا باسم جماهير شباب المحمدية وكل الغيورين على الفريق، نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع السيد الرئيس هشام أيتمنى، ونندد بكل المشوشين وأشباه الصحفيين الذين يريدون بكل وسائل فرملة المسيرة الموفقة للفريق الذي يبصم على مسار جيد وتفصلنا 4 مباريات على تحقيق الصعود، كما نعبر عن احترامنا وتقديرنا لكل الفرق الوطنية ولكل الصحفيين والنزهاء. وتحية إليكم من المحمدية. شكرا 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 للصحافة المحلية الوطنية الجماهير الجمهور العريض محبين غيورين، ما يسرنا إلا أن نشكركم.